يلا بقى بينا نبدأ المسابقة. أول حاجة هنبدأ بيها هي المسابقة العلمية. أول سؤال هيروح للمنيا. سؤال بيقول: قال الشاعر: بوركت مصر فلا أراني بالغا حق المديح وإن جهدت سبيلي. إعراب كلمة مصر، عندكم اختيارات: منادى مبني على الضم، نائب فاعل مرفوع، فاعل مرفوع ولا مفعول به. 30 ثانية بدأت من دلوقتي. المنيا مركزين، أول 5 درجات في المسابقة، مش عايزين يخسروهم. يا بنات انتوا كمان ركزوا في السؤال، هيبقى من وقتكم. قال الشاعر: بوركت مصر فلا أراني بالغا حق المديح وإن جهدت سبيلي. منادى مبني على الضم كلمة مصر، ولا نائب فاعل مرفوع، ولا فاعل مرفوع، ولا مفعول به. انتوا كمان ركزوا، لكن الوقت خلص. عاصم اديني اجابتك. نائب فاعل مرفوع. نائب فاعل مرفوع. طيب انت قلت نائب فاعل مرفوع، ليه اخترت الإجابة دي؟ لأن بوركة فعل مبني مجهول، ولو كانت مصر. منادى كلمة مصر. أولاً مبدأ الاستبعاد، منادى كان يجب أن يكون تاء التأنيث، لو منادى بوركتي يا مصر، ولو حذفت النداء. وفاعل ليس الفعل مبني المعلوم، ومفعول به هي مرفوعة. انت استبعدت كل الخيارات دي، لكن هي اجابه خاطئه. نروح للفريق الثاني، اسكندريه، عندكم اجابه؟ كنزي عندك اجابه ولا لا؟ منادى مبني على الضم، دي اجابتك؟ خلي بالك، لو الاجابه صح هتاخدوا نقطتين، لو الاجابه خاطئه هسحب منكم نقطتين. وهي دي المخاطره والمجازفه، لسه ما فيش ولا فرقه من الفرقتين معاهم اي درجات. هل اسكندريه هياخدوا درجتين دلوقتي ولا نخصم منهم من الرصيد القادم نقطتين؟ اسكندرية قالوا منادى مبني على الضم، وهي إجابة صحيحة. أول درجتين في المسابقة. نروح للسؤال اللي بعده، كمان هيكون لإسكندرية. سؤال بيقول: صحبة لم أشكو منها ريبة، ووداد لم يكلفني عتابة. إعراب كلمة صحبة: مبتدأ، خبر، فاعل، أو مضاف إليه. خبر. عرفتوا الإجابة؟ أكيد. تفضل. خبر. إعراب كلمة صحبة: خبر. متأكدين؟ إن شاء الله. مش عايزين تستعينوا بالفريق الاحتياطي؟ اسكندرية مطمنين ومتأكدين وعندهم جواب نهائي. هل يا ترى الإجابة دي صح ولا غلط؟ إجابة صحيحة وخمس درجات. اسكندرية معاهم 7 درجات، والمنيا لسه معهمش ولا درجة، لكن لسه في أسئلة في المسابقة، مش عايزاكم تقلقوا، لسه في أسئلة كمان ولسه عندنا فرصة نعوض. السؤال اللي جاي ليكم، سؤال بيقول: أنشئ مجلس شورى النواب في مصر خلال عصر محمد علي، ولا الخديوي إسماعيل، ولا الخديوي توفيق، ولا عباس حلمي. 4 اختيارات ومعاكم 30 ثانية للإجابة. إسماعيل. لحظة واحدة، عرفت الإجابة؟ مش محتاج الوقت، لسه لا. عندك وقت في الثلاثين ثانية. لا مش عايزين نتسرع، في شعرة بتفصل بين السرعة والتسرع، التأني أهم. إسماعيل. أنت محتاج الخمس درجات دول. إن شاء الله. يا عاصم. كنا قارين. متأكد. إن شاء الله. مجلس شورى النواب تأسس عام 1866، وكان نواة الحياة النيابية في مصر، وتطور ودخلنا في مراحل مختلفة لحد ما أصبح عندنا هيكل نيابي النهاردة مقسم إلى غرفتين وبيقوم بمهام مختلفة الحقيقة ومتعددة. والإجابة الصحيحة هي الخديوي إسماعيل. إجابة صحيحة.